دور الإغاثة الإسلامية مع الجامعة بارز جدا، ويعني يمكن كان آخرها يعني قيامها ببناء المباني تاعت المختبرات المدمرة، وهو مشروع ضخم وكبير، وغيره قبل كده مختبر الجينات ودمر وبعده نتحمل عبء إقامته من جديد. احنا علاقتنا معاك علاقة وثيقة، علاقة متينة، علاقة حضارية. أنتم تنبنون في الجامعة الأولى في فلسطين وتطورون من إمكاناتها، وهذا سينعكس إن شاء الله على قطاع غزة بأكمله، بل على فلسطين بأكملها. سأؤكد على أنه نحن والجامعة إن شاء الله سنستمر سويا في العمل في من أجل خدمة أهلنا في قطاع غزة على كافة المستويات، بالإضافة إلى يعني النقطة الهامة التي يعني يجدر بي الإشارة إليها، ألا وهي أنه من كان وراء هذا الجهد هو فعلا يعني بشكل خاص والدكتور مفيد من خلالات عميد كلية الطب. بحكم المسؤولية كإدارة للجامعة بنشعر بمسؤولية وطنية قومية بأنه ما نعمله يرفع مستوى الروح المعنوية لدى جميع الناس، وبالتالي يعني احنا ما نقوم به في يعني، او لو لا سمح الله كان لدينا فشل فبيكون الفشل يعني مزعج فقط على مستوى الجامعة، بل هو على مستوى اكبر من ذلك. لكن هذا فعلا يعني هي مناسبة يعني المفروض نشكر الدكتور مفيد عليها وعلى جهده ما شاء الله، وعلى اخوانه وزملائه يعني فعلا المتابعين معاه. المشروع كان على يعني اكمل وجه. نشكر اخواننا في لجنة او في العلاقات الخارجية، بصراحة ايضا هم متعاونين معنا، وفي الاخوة في المشاريع. بنتمنى هذه الأمور يعني تستمر بنجاح وتتكلم إن شاء الله بمشاريع أخرى. يعني ربنا يوفقنا في حسن استخدام هذا المبنى، وإن شاء الله يظل صدقة الجارية التي يعني تتضاعف الأجر لكل من يتعلم، وكل من يعلم، وكل من يطبب، وكل من يستشفى بسبب هذا الأمر. يعني هي إن شاء الله يكون تراكمات من الحسنات إن شاء الله. يعني أنا يعني فخور إنه إحنا فعلا في مكان إحنا بنعتبر إنه يعني الجزء الأكبر فيه، دعمنا فيه، وإن شاء الله على تواصل معكم في كل المراحل، في كل الجهود، سواء مع كلية الطب أو غير كلية الطب. فالجامعة الإسلامية يعني تستحق الكثير إن شاء الله. بارك الله فيكم.